هاي جيكس، ويلكم باك. معكم حسون سالم، اصحابي الجميلين. هذا الفيديو فكرته جديده على القناه. هلا انا من ضمن الشغلات اللي بحب اعملها في وقت الفراغ اني اتفرج على فيديوهات مرعبه اخوف حالي فيها سواء على اليوتيوب او انستغرام او اي سوشيال ميديا، فقلت ليش ما أشارككم هذا الإشي. أنا في قناة بحب أتابعها اسمها بيزار هب أو بيزار بوب. المهم دايم رابط القناة اللي استعرضت منها الفيديوهات موجود في صندوق الوصف تحت. هلأ بما أنه هذا الفيديو فكرته جديدة فبدي أشوف ردة فعلكم. هلأ إذا عجبكم الإشي أكيد زي ما أنتوا عارفين منحط لايك، منشير هالفيديو ومنشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك، يعني عشان أعرف هيك أخذ فيدباك منكم إنه هل بتحبوا هاي النوعية ولا لا. خلينا نبلش. بقولك في هذا الفيديو كان في زوجين مشغلين كاميرات المراقبة في بيتهم كالعادة، ويومها كل واحد كان في شغله، لكن في هذا اليوم بالذات كاميرات المراقبة التقطت إشي غريب. أنا رح أترككم تشوفوا الفيديو لحالكم، يعني مش رح أكون هلأ في زاوية الشاشة، مش لأني خايف بس عشان بدي أحكم تركزوا بالفيديو وبدي رأيكم فيه في التعليقات تحت، وبعد هيك رح أرجع أنا أشوفه ولأول مرة معكم. هذا شكله عفريت جوعان ومعصب، هيو طلع برا الدار حرد مش عارف، مش كتير مقنع صراحة، لأن بتحس المعلقة اللي طارت تحتيها زنبرك وطيرها. موضوع انك تفتح جرور سهل، مد خيط وتشد، برضو تسكيرة الباب نفس الشي، الشوكة ولا مش عارف هذا الاشي اللي طار ولزق بتحسك انه مغناطيس. مش كتير convincing، مش كتير مقنع، مش عارف شو رأيكم احكوا لي في التعليقات. هذا الفيديو خاص باثنين يوتيوبرية من اليابان بيحبوا يستكشفوا الأماكن المهجورة. وبهذا الفيديو استكشفوا مستشفى مهجور في اليابان. بقول لك انهم لقوا شغلات مثيرة للاهتمام مثل بيانو كأنه جديد ومعدات طبية وغيره. المهم واحد منهم خطرت على باله فكرة جهنمية، وهو انه يقضي ليلة لوحده في المستشفى، وبدنا نشوف شو صار معه او شو صور، وراح اخليكم لحالكم مع الفيديو بعدين انا باجي. Thank you.
في صوت خبيط لا انت اللي بتطلع الصوت ولا ايش؟ شو الله جابرك على هالبلوة؟ امانة انك فنونس. هاي المؤثرات الصوتية منهم ما هو مؤثرات صوتية بتلعب بالعمر وما ارتعب. هل عني بديش العب. ما فيش داعي يصير اشي عشان شو اسمه ايش يعني؟ اوه يمكن صاحبك يا مش انتو اثنين؟ يمكن صاحبك بيعمل فيك مقلب. انا بقول صاحبه بيعمل فيه مقلب كأنه لابس قناع ولا اشي. بقول لك انه في مشاهدين بيحكوا انه هذا شبح. ايه هات صاحبه لابس قناع. قوي هذه النوعيه من الفيديوهات بتوترني صراحه لانه فيها اطفال. بقول لك انه هذا الفيديو فيه وحده كانت عم تلعب هي وبنت اخوها، وفجاه بنت اخوها قال بتاشر باصبعها على اشي ما حدش شايفه. وات ذا هيل، شوفوا لحالكم عمي وبعدين باجي انا. باكيت انا كده اب ساي مين انا سيو بيها باكيت انا نكيتا ما كم هير نا كم هير واد واد خايفه مرعوب البنت انا كده مرعوب البنت. فقط انا نكيتا ما. Come here. اوكي هذا لحد الان اكثر فيديو وترني صراحه. واد بتعيط. واد بتعيط خايفه. حاسس انه مقلب صراحه، حاسس انه حدا متخبي كنه ورا الباب وبخوفها فهي بتصير تعيط فهديك بتحط الكاميرا عليها. ولما ترجع الكاميرا على الباب هذاك اللي بخوفها بيزيح بيبعد. وهلما جرى ما هي هيك يعني، مثلا اذا انت واقف ورا باب وفي طفل على بعد مترين ثلاثة وتطلع له تخوف هيك ما هو بيثبت بارضه وبصير يعيط بتخبي ورا الاواعي. على فكرة اذا كان هيك فشيم اون يو، تعملوا مقالب في الصغار عشان تجيبوا لكم اكم من مشاهد. نو حرام، حسوا مقلب. مش عارف شو رايكم، في ناس بيعملوا على فكرة حركات قرعة مثل هيك، حسوا مقلب. شيم اون يو إذا كان مقلب. هذا الفيديو بيسجل مطاردة شرطة لأحد الهاربين، ولكن تم التقاط التالي. لكن هو ماني مش كلمي فيري. الله 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 كارالو بقول تدودو هبا. لكن هو ماني مش كلمي فيري. الله 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 كارالو بقول تدودو هبا. ما لحقت. عيد ما لحقت، ما فهمت.
شو هذا الاشي الاسود؟ What the hell؟ What؟ ذكرني هذا الاشي الاسود بالوحش تبع لعبة Alone in the Dark على البلاي ستيشن 1. مش في اشي هيك شادوي فيجر؟ اشي هيك وحش جاي من الظلام؟ شكله ذكرني فيه ولا لا؟ عم التصوير من بعيد ومش عارف شو رأيكم انتو؟ مش ملاقي تفسير غير انه وبعدين ركض ركاد يركب في السيارة تبعت الشرطة؟ كيف صارت هاي؟ حابب يتم إلقاء القبض عليه ركض؟ This is weird. بصراحة اشي غريب، مش عارف، حاسه كليتش في التصوير لانه زي ما شايفين الكواليتي رديئة، مش كويسة يعني. ف ابصر، حبيت تعليق بعض المشاهدين بقولك انه قال هذا وملاك الموت بالحق المطارد الهارب يعني. واو، ويشطحني يلي بتشطح. هذا الفيديو لبنت اسمها بايوني اعتقد، بتقول انه من هي صغيرة دائما بتحس انه في اشي براقبها او في اشي بضل يلحقها من هي صغيرة. الاغلب حكالها انه عندك بارانويا، يعني عندك قلق زيادة عن اللزوم، في يعني احساسك مش في محله، يعني فيش اشي زي هيك. ولكن بتقول انه في يوم من الايام اختها بعتت لها صورة لإلها وهي عم بتجدل شعرها او بدها تفرجيها تسريحة شعرها الجديدة، عاملة كأنه جدولة اشي مثل هيك، وفجأة لقت هذا الاشي في الباك جراوند تبع الصورة، في خلفية الصورة. يا ما فيش داعي للسهم لاني شايف. الحزينة بايوني لو كان عندها اشي اسمه قلق صار عندها قلقين، صار الاشي مضاعف. دام مان، بصراحة الصورة بتخوف، بس again الكواليتي مش كويسة. يا ما شفنا صور لإلنا وإحنا صغار، صور قديمة أو لأبياتنا وإمياتنا، لو نركز فيهم بزيادة لنطلع أشباح وعفاريت لا بأبان ولا بميزان. صح عمي، الصور القديمة بتخوف. يعني أنا بشوف مرات صور لأهلي وإشي إنه زمان، أو كمان خاصة لما بكونوا متصورين جمعة أو مثلا إنها الصورة واسعة أو بعيدة زي هيك فيها view distance بتطلع فيها عفاريت. والله فمش عارف، حزينة بايوني للأمانة، أنا قلبي معها لأنه بتقولك من أنا صغيرة بحس في إشي بيلحقني وإشي بيراقبني، شكله عندها وسواس، شكلها مخروعة، شكلها حلمان بكابوس وهي صغيرة مش نسيته، لأنه هاي شغلة صارت معي. نعم، أنا لحد الآن بتذكر كابوس، أنا بعتبره كابوس حلمت فيه وأنا كنت كتير صغير، يجوز صف أول أو تاني، ولحد هذه اللحظة بتذكر تفاصيل الحلم 100%. إذا حابين تعرفوا تفاصيل الحلم اعملوا لايك للفيديو عشان نحكي عنه في فيديوهات تانية. بحمسكم قاعد يا عمي، أنا مدينة الملاهي بحبها بس مستحيل أروحها لحالي، ومستحيل أتشجع أركب أحد الألعاب لحالي، لازم يكون معاي حدا. هذا الفيديو خاص بمجموعة من الأصدقاء كانين رايحين على مدينة ملاهي مصغرة، بالإنجليزي بيقولوا عنها فير، وبقولك إنه اللي بيصور سجل إشي عجيب. وفي منشور كان ناشره قبل بخصوص هذا اللي سجله، بقولك إنه أنا سمعت قصص عن مرة وقعت من أحد الألعاب الموجودة في مدينة الملاهي هاي، بس هذا الشيء صار قبل عدة سنوات يعني، وهذا الفيديو اتاخد بال 2008. ف شوفوا شو سجل.
أنا مش شايف إشي لهلا. أوه اختفت اللي على الجنب. That's creepy. المرة اللي على الجنب اختفت. المرة اللي على الجنب اختفت. كانوا دام. بس المشكلة تعرفوا ايش؟ المشكلة انه زيحة الكاميرا لتحت وابتعادها عنها كليا، بعدين لما ترجع ترفع الكاميرا تلاقيها اختفت. هون بتنحط، انا دائما بحط علامة استفهام انه طب ليش الكاميرا زاحت عنها كليا؟ اوكي هو اللي بيصور بهزهز واشي بس It's kind of suspicious. بس دام هذا بصراحة this is creepy. اوكي هذا الفيديو اشعر لي بدني صراحة. دام اللي قاعدة على الجنب اختفت. دام هذا الفيديو لشخص قاعد بيصور في الغابة، بقول لك انه هو كان موجود في هذه الغابة قبل بفترة وشاف اشي، وهو حاليا رجع عشان يصور هذا الاشي. I'm on the ground, I'm by my tree stand where I had the encounter last time. It was right here behind that tree is where he kept poking out before. Okay. I keep hearing these sounds. Also guys, another thing I need to point out, I don't look at my camera all the time. I look off in the distance because it does help me the way I'm... Wow, the way I'm filming, I just heard something. Okay guys, hold on one second. Okay guys, there's something. Whoa guys, right there guys. What the f***? And it moved. Should I approach it? I holy sh**. I knew it guys, I knew this because I had this gut feeling, man, that I was being watched when I come out earlier. I'm on the ground, I'm by my tree stand where I had the encounter last time. It was right here behind that tree is where he kept poking out before. Okay. I keep hearing these sounds. Also, guys, another thing I need to point out. I don't look at my camera all the time. I look off in the distance because it does help me the way I'm... Wow. The way I'm filming. I just heard something. Okay guys, hold on one second. Okay guys. سمع اشي بقول، سمع اشي. ايش؟ اوه في حدا، انا شفته، هيو. بالضبط. Whoa guys, right there. The hell? Right there guys. What the f***? And it moved. It moved? بعرف انه it moved. تحرك. Holy sh**. I knew it. Guys, I knew this because I had this gut feeling, man, that I was being watched when I come out earlier. ولك روح. رد ارجع مرة تانية على الغابة يا فنوس. رد ارجع مرة تانية. روح سلم عليه. شو رأيك؟ روح سلم عليه. اقعد انت وياه اشرب شاي وقهوة ولعب وشدة. مجنون انت ولك حتى بعرفش انا شو هذا الاشي. جزء خرابيش. بس لو صارت معي انه والله حسيت في اشي مستحيل ارجع. كنه مش سامع بالمقولة التي تقول الفضول الذي قتل القطة. Curiosity killed the cat. وكاد مجنون اشي. لا واقف بيحكي بعد ما شافه. لو انا محله بوصل الصين زحف. What? Listen, this is creepy. حل عني بديش العب. الامانة صرعني هذا الفيديو والفيديو تبع السفينة قال الملاهي. عمي احكوا لي شو رايكم بالفيديوهات. اكتبوا لي تعليقاتكم تحت شو رايكم بكل فيديو، في اشي خوفكم، في اشي عملتوا له مه. اوكي اصحابي احنا هيك وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. انا بتشكركم كثير للمتابعه يا احلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بامان الله.